مسافات. كتبها ويقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد. توقف عن الكتابة على الرغم من بقاء الكثير من أفكاره تتقافز في رأسه كأسماك تصارع التيار بحثا عن الحياة في أعالي النهر. أراد أن يعيش لحظة النشوة بأن بعضا من أفكاره عرفت طريقها إلى الحياة، وأنه كتب بعيدا عن تأثير الآخر عليه. ذلك ما يريده من الكتاب، البوح وبحرية. فبالكتابة وحدها يمكنه رؤية أفكاره أو روحه كما يحب أن يسميها على الورق، فهي السبيل الوحيد كي لا يترك لقرينه اللصيق الاستئثار بحمل المرآة له. الكتابة مرآته التي يصنعها هو بيده. أراد أن يشعر ويستمتع بكل نفس يأخذه، وأن يطلق نفسه حرة مع كل زفير يخرج من رئتيه. ها هو ينظر الآن من نافذة القطار بعين ترى الأشياء كما هي، حيث يكون فعل النظر من أجل الاستمتاع برؤية أضواء القرى المتناثرة تتلألأ من بعيد، وكأنها مفرداته التي كتبها للتو، فتجلو العتمة وتبعث الطمأنينة والأمل في نفوس كل التائهين الوحيدين في هذا الليل الشتوي البارد. وقف مثبتا بنطاله بكلتا يديه بحركة رشيقة ووجه منبسط القسمات. أحس بأنه أكثر خفة. أهي النشوة التي شعر بها؟ أم أنه فعلا قد خسر بعض الوزن في الأيام التي أمضاها في دمشق؟ فذات البنطال الذي كان ضيقا قبل أشهر قليلة أصبح فضفاضا يستريح بدعة حول خصره. أم أن الأفكار والأحلام لها أيضا ثقلها الذي لا يشعر به إلا حاملوها وحالموها؟ مشى باتجاه الفسحة التي تفصل العربتين حيث يستطيع أن يدخن سيجارة من دون أن يزعج المسافرين، أو أن يخالف القانون المتبع في هذا القطار، أو أن يضطر للذهاب إلى عربة المطعم. فعلى الرغم من القانون الجديد الذي يمنع التدخين في وسائط النقل العامة، لا زالت مؤسسة السكك الحديدية تسمح للمسافرين في القطارات القديمة بالتدخين بين العربات، على العكس من القطار السريع الترينسيت الذي يقال بأن مؤسسة السكك استوردته مؤخرا من كوريا، إذ لا يسمح للركاب على متن الترينسيت بالتدخين في أي مكان من القطار. وقد كان هذا سببا كافيا لجعله يستقل القطار القديم كلما أراد السفر. مشى متعاليا على كل ما يمكن أن يختطف منه لحظة الحرية تلك، متقدما بخطى ثابتة وجسد متوازن لا يختل، وكأنه فاتح منتصر يمر بين الجموع يأنف أن يمد إحدى يديه ليستند إلى المقاعد كلما تمايل العملاق المعدني وارتعش. مشى وفي صدره يختلج الشعور بخفة الحركة يكاد يرفعه إلى الأعلى، وسرت دفقة من نشوة الشباب في أوصاله وكأنه يسير فوق السحاب. لم تكن هناك أي أنثى في الجوار، ولم يختلس النظر إلى الوجوه، ولم يكن يعنيه على الإطلاق فيما إذا كان هناك من يراه.
وصل إلى المكان المقصود. اتكأ بظهره إلى جدار العربة بجانب الباب الذي كان يهتز، مصدرا قرقعة خفيفة وسريعة تضفي صوتا جديدا على الضوضاء الرتيبة التي يصدرها العملاق المعدني. وكأن هذا العملاق مايسترو يقود فرقة تعزف على إيقاع جسده المعدني الأفعواني المتآكل، وكأنه ثعبان لم يبدل جلده منذ عقود. بينما هو ينظر عن يساره من خلال زجاج الباب، بدأ يلاحظ أن جسده الرياضي اللدن يتمايل يمنة ويسرى بينما قدماه ثابتتان، وكأن جسده يستجيب طربا لموسيقى هذا العملاق الحميم. أخرج علبة السجائر وأشعل سيجارة وهو يسترجع في ذهنه كل جملة أعجبه سبكها، بينما عينه ثابتة تراقب عبر الزجاج المتسخ الأضواء المتناثرة في الأفق تمر من أمامه، فترتسم ابتسامة طفيفة على وجهه، ويتذكر الحوار الذي دار بينه وبين أخيه الصغير في دمشق عن الثوابت والمتحركة. تذكر عبارة أخيه: اعتبر نفسك ثابتا وكل شيء في هذا الكون متحركا. كأن أخاه الصغير بتلك العبارة رغب بمواساته في وحدته، وحدته التي شغلت الأسرة على مدى السنوات القليلة الماضية. فآدم حتى الآن لم يتزوج وقد بلغ 31 من العمر. لم يفهم تماما ما كان أخوه يرمي إليه من تلك العبارة عندما سمعها منه للمرة الأولى، ولم يفكر فيها قبل هذه اللحظة. كيف يمكن أن أتعامل مع من حولي على أنهم متحولون وأنا الثابت؟ ولكن أليس الثبات قيد؟ والقيد عبودية، والعبودية موت. في تلك اللحظة أصدرت مكابح القطار دويا عاليا ترافق مع تباطؤ في حركته التي لم يشعر بها إلا عندما صار كل شيء ثابتا. إنها محطة مهين. أصدر الباب بين العربتين صريرا حادا لم ينسجم حالة السكون القصيرة التي أعقبت وقوف العملاق المعدني الهرم. انحسر الباب عن فتاة تدفع بحقيبة سفر إلى داخل العربة. قبل أن يتمكن آدم من رؤية وجهها، التفتت الفتاة لوداع رجل يبدو من تقاسيم وجهه الجادة أنه في الخمسينيات من عمره، على الرغم من أن شعر رأسه وحاجبيه وشاربه الأبيض الكثيف يوحي بأنه تجاوز 60. وفكر: لابد أنه والدها، جاء ليوصلها إلى المحطة. في تلك الثواني القليلة سحب آدم الحقيبة الكبيرة من أمام قدميه ليفسح المجال أمام الفتاة لتصعد. وكان الرجل قد لاحظ ذلك فألقى إليه بكلمة شكر من دون أن تتغير تعابير وجهه الجادة. ولم يستطع هو أن يرى وجه الفتاة وهي تصعد إلى العربة، فقد كانت عيناه تبتسمان في وجه الرجل كرد على شكره له، بينما صافرة القطار تصم الآذان بصوتها الحاد معلنة التحرك. شد آدم الباب المعدني الثقيل بكلتا يديه ليغلقه، فرأى والد الفتاة يرفع ذراعه مسلما عليه وكأنه يعرفه. أومأ له برأسه ردا على التحية، وانتابه شعور دافئ وصادق تجاه هذا الرجل الغريب. قليل هم من يمتلكون هذه الدماثة والتقدير، فأنا لم أفعل شيئا أستحق عليه الشكر مرتين. لابد أن هذا الرجل يحب ابنته كثيرا ويخاف عليها، فبعض الآباء يحمون بناتهم بهذه الطريقة من شباب هذه الأيام. مع بداية العمل على بناء سد الفرات قرب الطبقة في أواخر الستينات، كان القطار واسطة النقل التي فرضتها احتياجات العمل.
مما اضطر الحكومة لمد السكة الحديدية وتسيير قطارين، واحد للشحن وآخر للركاب. في الوقت الذي كان قطار الشحن يستخدم لنقل المعدات الضخمة وقطع الغيار ومواد البناء من الموانئ وباقي المناطق السورية، كان قطار المسافرين يعمل على نقل القاطنين والعاملين إلى المدن الكبرى وبالعكس 3 مرات في الأسبوع. ولم يكن قطار الركاب ليلقى الاهتمام من الناس مع مرور الوقت، فقد كان بطيئا ويتوقف كثيرا أثناء رحلته إلى مدينة حلب، وذلك لمروره بالكثير من المحطات على طول السك. فالمسافة التي كانت تنجزها حافلة الركاب الهوب هوب في 3 ساعات وربما أكثر لكثرة ما تتوقف على طريق الطبقة حلب، كان القطار يقطعها في 6 ساعات. بقي الأمر على هذه الحال إلى أن بدأت عملية تنظيم الرحلات واستخدام حافلات حديثة مكيفة لا تتوقف في الطريق، وخفت الحوادث نتيجة توسعة الطريق الواصل بين دير الزور وحلب، الأمر الذي جعل المسافرين يعتمدون على الحافلات أكثر فأكثر، مما أدى إلى تقليص اهتمام مؤسسة النقل بمحطة القطار ومواعيد الرحلات من مدينة الطبقة. فصار القطار يقوم ظهيرة كل يوم جمعة فقط. لم يتذمر الناس ولم يلحظوا هذا التغيير بعد أن صارت الحافلات الحديثة تفي بالغرض. طلاب الجامعة من أهالي مدينة الطبقة كانوا يجدون في القطار أفضل واسطة على الرغم من عيوبه، ففيه يتقابلون ويتبادلون الأخبار والأحاديث ويلعبون الورق والشطرنج، كما كانت الرحلة الطويلة تسمح لهم بقضاء وقت أطول مع أصدقائهم وحبيباتهم وصديقاتهم اللواتي كن معهن في المدرسة، ناهيك عن ثمن التذكرة المنخفض. في عام 1986 بدأ تطبيق نظام التعليم المختلط في مدينة الطبقة كتجربة رائدة، ليصار إلى تعميمها على باقي المحافظات إن نجحت. ساعدت هذه التجربة على ظهور مفاهيم اجتماعية جديدة لدى الأهالي. من هذه المفاهيم مثلا أن كثيرا من الآباء بات يقبل فكرة اختلاط الجنسين في المدارس، وأن تعرف ابنته زميلا أو صديقا من المدرسة حتى لو كان من دين مختلف أو من طائفة أخرى. في الواقع لم يكن التعليم المختلط هو السبب الوحيد في تطور أو قبول مثل هذه المفاهيم، بل التركيبة السكانية لمدينة الطبقة ساهمت بشكل كبير في ظهور مفاهيم مدنية أخرى. لقد خلق بناء سد الفرات الكثير من فرص العمل المتنوعة من الحرفية إلى المهنية، مما جعل السوريين يأتون من كل حدب وصوب للعمل والاستقرار في هذه المدينة الحديثة والجميلة. أصبحت مدينة الطبقة واحة اجتمع في ظلالها السوريون من كافة الملل والنحل، ولم يكن يشغلهم شيء سوى العمل والعيش والتعارف. ثم جاء جيل جديد من الأبناء من الذين درسوا في مدارس الطبقة حيث لا فروق طبقية ولا دينية، فهذا جار هذا وذلك ابن صديق والد تلك والآخر يعمل مع والد هذا، وهكذا كان الحال، لدرجة أنك تسير في المدينة من أقصاها إلى أقصاها وتكاد تعرف كلا باسمه، وإن لم يكن باسمه فعلى الأقل في أي حي يسكن وابن أو بنت من هم. كان العمل في سد الفرات المحور المشترك بين كل من سكن في مدينة الطبقة، ولم يكن يوم الجمعة في محطة القطار في الطبقة إلا شكلا من أشكال تجسيد هذه اللحمة الاجتماعية، وفرصة لالتقاء الأجيال بشكل عفوي بعيدا عن التحزبات الدينية والسياسية. وكان أبناء الفتيات يرافقون بناتهم إلى المحطة لوداعهن والتأكد من أن الرحلة لم تلغى، وإلا اتفقوا على استئجار حافلة تقل أبناءهم إلى حلب. في تلك اللحظات التي قد تمتد لساعة من الانتظار
يتعرف الآباء على زملاء أبنائهم وبناتهم فيكونون أكثر لطفاً وانفتاحاً، وغالباً ما ترى أحدهم يقف بجانب ابنته وهي تتحدث بكل ثقة وعفوية إلى زميل لها أو صديق من أيام المدرسة الثانوية أو ابن الجيران، الأمر الذي لا يقبله كثير من الآباء لو كان في الشارع. في المحطة يبتسم الأب ويوصي الشاب بابنته ويأتمنه عليها ويطلب منه أن يكون عونا لها وكأنه أخ لها في الرحلة، أو إذا ما التقاها صدفة في حلب. حتى أن بعض الفتيات اللواتي لم تكن تتح لهن فرصة القدوم أيام العطل لزيارة أهاليهن والتزود من المؤنة والأطعمة التي توفر على الطالب عناء الطبخ والمصروف، تلك الفتيات كنا لا يتحرجن من سؤال زملائهن المسافرين للمرور لزيارة أهاليهن وإحضار ما عدته لهن أمهاتهن من لذيذ الأطعمة وما ادخره لهن الآباء من مصروف شهري. كان آدم مقتنعا أن هذه الدبلوماسية من بعض الآباء أكثر تحضرا وإنسانية في حماية بناتهن من أولاد الحرام والأشقياء من الشبان، فقد كان هذا السلوك يغذي ثقة الشبان بقدرتهم على تحمل المسؤولية وأنهم أهل للثقة في أغلى ما يملك الإنسان، مما كان يدفعهم للتنافس في إظهار الأخلاق النبيلة في تعاملهم مع الفتيات بل وتقديم الخدمات لهن بدءا من حمل حقائبهن إلى إيصالهن إلى مقر سكنهن في حلب ودفع أجرة السيارة ولو كان ذلك من مصروفهم القليل. في تلك الأيام كانت كلمة أمانة أقوى من أي عقد يمكن أن يفرضه قانون على هؤلاء الشبان وهم في عنفوان شبابهم، لدرجة أن أشقى الأشقياء يتحول إلى فارس النبيل يدافع عن الشرف ولو كلفه ذلك حياته، والحبيب الذي تتوقد في حناياه لواعج الشوق والفضول قد يتخلى عن جميع أحلامه ويتصرف كرجل راشد مؤتمن، أعصابه كأعصاب موقد ولو منحته الحبيبة فرصة للمس يدها لم تنع، ولو أمرته نفسه بالسوء لاستعصم وكأنه يوسف الصديق. التفت آدم إلى داخل العربة ليرى أين ستجلس الفتاة، ونظر إليها وهي تسير بهدوء بين المقاعد وتجر الحقيبة وراءها، شعرها الأسود الكاري القصير ومعطفها الأزرق الداكن ذو الجيوب الكبيرة المترهلة والبارزة وكأنه فلت عسكري، وما ظهر من شالها القطني المارون الملتف حول رقبتها والمتدلي على كتفها كأنه ذراع قط كسول، وبنطال الجنز وحذاؤها الرياضي، مشيتها الهادئة والواثقة، كلها صور ليست غريبة على قلبه وكأنها من عالم الذر، عالم الذر الذي طالما سمع جده يتحدث عنه وكيف كان يفسر ميلنا لأشخاص على الرغم من أننا نراهم للمرة الأولى وكيف ننفر من آخرين من النظرة الأولى أيضا دون أي سبب يدعونا لذلك. والسبب كما كان جده يروي أننا قبل أن تقطن أرواحنا أجسادنا الطينية كبشر كنا أشباحا تطوف فيما يسمى عالم الذر بلا أسماء ولا أجسام ولا وجوه، نطوف في الفضاء المقدس اللامتناهي، فما تآلف من هذه الأشباح في ذلك العالم يستيقظ شعور الإلفة القديم لديهم عندما يلتقون في هذه الدنيا، فلا يحجبهم الطين البشري العارض عن التعرف على الروح الجوهر التي ألفوها من قبل، وقد لا يستمر اللقاء إلا فترة قصيرة لا تتجاوز دقائق قليلة، لكنها تترك إحساساً قد يتجلى في صورة أو رائحة أو صوت، وقد يجمع هذا الإحساس
الثلاثة معا، فلا تمحوه الأيام والسنون وأن غيبته الحياة بصخبها عن القلب والفكر. وما إن يخال الإنسان أن هذا الشعور عابر حتى يعود جليا وحميميا كأنه وليد اللحظة. غض طرفه عن الفتاة استحياء عندما اعترضت مخيلته صورة الرجل وهو يلوح له شاكرا صنيعا، لكن رائحة الليمون الأخضر في عطرها كانت أقوى من الأسوار التي بناها جفناه المغمضان. فبدلا من الظلمة نقلته تلك الرائحة إلى عالم الذر وكلام جده مجددا. لقد تغلبت رائحة عطرها على رائحة السجائر الوطنية النافذة ورائحة المقاعد القديمة والغبار والأطعمة التي يتناولها المسافرون في الرحلة الطويلة وكل الزيوت المستخدمة لتخفيف الضجيج والاحتكاك في عربات وعجلات هذا الكهل المعدني. ذلك هو مكمن القوة في الخف، فعندما يقسو المحيط ويصبح ثقيلا وكثيفا تصبح الأشياء البسيطة والخفيفة قوية ونافذة كابتسامة طفل صغير لغريب منهك في نهاية نهاره الطويل. تمتم مكلما نفسه. المفروض بفتاة مثلها أن تكون من ركاب ترينسد. ما الذي جاء بها إلى هذا القطار؟ ربما هي مسافرة إلى القامشلي. لابد أنها مسافرة إلى القامشلي أو دير الزور. فعلى حد علمي ترينسد لم يسير باتجاه المناطق الشرقية بعد. فسكك الحديدية الممدودة في المناطق الشرقية قديمة، ولا يمكن أن تغامر مؤسسة السكك بتسيير القطار الحديث قبل صيانتها وتطويرها. بدأت هذه الفتاة تروق له مظهرا، وقد تكون من النوع الذي يروقه جوهرا، أو ربما قد التقاها في عالم الذر فعلا. تمنى في تلك اللحظة أن تجلس بجانبه أو على الأقل في مرمى نظره، لكن سرعان ما خاب أمله، فقد جلست الفتاة عند أول مقعد منفرد خال دون أن تنظر إلى أي شيء حولها. لكن مع خبو جذوة أمله استعرت نار فضوله. أشعل سيجارة أخرى وهو يقول في نفسه: الطريق طويل وهناك متسع من الوقت، ولا بد من طريقة للتعرف عليها والحديث معه. ما المانع طالما أن قصدي يخلو من اللساء؟ تذكر في تلك اللحظة حديث صديقه الحميم نضال عن التوتر واستثماره، وكيف أن نضال في أحد أيام الشتاء الماضي أثناء عودته من دمشق بالحافلة ترك مقعده في مقدمة الحافلة ورجع إلى صفوف الخلفية من المقاعد ليطلب الجلوس بقرب فتاة كانت تجلس لوحدها، وكيف أن الأمر نجح فعلا، فأمضى نضال تلك الرحلة بطولها يتبادل أطراف الحديث مع تلك الفتاة. وحينها استرجع كلمات نضال وما قاله عن السبب في نجاح الأمر: التوتر حالة من النشاط الجسدي والنفسي الزائد، على المرء أن يعرف كيف يستثمر هذه الزيادة بإيجابية. علينا أن نتصرف بكل ثقة واتزان كي نستطيع أن نستفيد من هذه الزيادة في الطاقة. كان نضال في تلك الليلة يروي لآدم ما حصل وهو منتفق كأنه ديك القرية الوحيد، يدخن نرجلته وينظر بعينين شبه مغمضتين إلى سحابة الدخان التي تتشكل فوق رأسه. ثم تابع نضال متفاخرا: لو أنني استجبت بشكل سلبي لحالة التوتر التي اعترتني عندما قررت أن أغادر مقعدي للحديث مع تلك الفتاة واستسلمت لمخاوفي غير المبررة، لبقيت طوال الرحلة مترددا متلهفا متلفتا باحثا عن فرصة للاقتراب، ولأصبحت تلك الفتاة الآخر الذي يملي علي بشكل غير مباشر تصرفاتي وأفكاري. لقد تعاملت مع التوتر بطريقة إيجابية.
جعلت الفتاة تستسلم أمام هذه الجرأة بل وتعجب بها. لقد كنت صيادا شريفا، ورفع يديه ومحركا إصبعيه بإشارة الاقتباس، ثم أردف بعد صمت قصير وهو يقلب قطعة الفحم المتهالكة على رأس النرجيل. على الأقل كنت صادقا وواضحا. الصدق والوضوح عنصران أساسيان في عملية التواصل البشري، فهما يمنحان الآخر فرصة المشاركة وموضوعية القرار في القبول أو الرفض. وضوحي وعدم ترددي جعل من التوتر قوة إضافية تغلبت على استثنائية الموقف، وجعلتني شريكا مع الآخر في القرار القادم.